جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا في أحد الفروض عندما كنا نصلي المغرب قرأ الإمام سورة العلق، وعندما انتهى منها كبر وركع، بينما عدد من المصلين وفي الصفوف الأخيرة ظنوا أنها سجدة وسجدوا ولم يرفعوا من السجود إلا بعد أن كبر الإمام ورفع من الركوع. ما حكم ما فعلوا وهل صلاتهم صحيحة؟ صلاتهم صحيحة إذا كانوا جاءوا بالركوع بعد لما علموا أنه لم يسجد، قاموا من السجود وأتوا بالركوع ولحقوا بالإمام، صلاتهم صحيحة لأنهم معذورون بالتخلف عنه. أما إن كانوا لم يأتوا بالركوع لحقوا بالإمام في بقية الصلاة ولم يأتوا بالركوع الذي تركوه، فإن تذكروا قريبا وهم في مكانهم فإنهم يأتون بركعة كاملة بدل الركعة التي تركوا منها الركوع، ثم يسجدون بالسهو ويسلمون. وإن طال الفصل ولم يعلموا إلا بعد مدة فإنهم يعيدون الصلاة كاملة.